رح أقول لك، أنت مالك ملاحظ إنه صار لي قاعدة بالبيت 20 يوم ورا بعضهم وما طلعت برات باب صقة ولو فشخة وحدة؟ أيوة هلأ فهمت عليكي، يعني بدك تروحي مشوار. ما بعرف شو رأيك، أنت تستاهل ولا ما بستاهل؟ والله يا روحي أنت يلي بتستاهلي، تكرمي على عيني وعلى راسي، بس ما كان بدك كل هالمقدمات، كنت تفوتي بالموضوع من الباب، مو ضروري تنطي نط من الطاقة. المهم هي أنا قلت لك وفهمك كفاية. شو عليه؟ تكرم عيونك يا أحلى سامية. وين بتريد تروحي حبيبتي؟ بدي أتغدالي بشي قرني راسي لراسك، شم هوا وغير جو. حقك عيني، هذا حقك، يعني ما حدا بيسترجي ينكر عليك هالحق أبدا. لوين بتحبي أخذك حبيبتي؟ على فكرة أنا عازمك على المطعم. بدي روح لقرنة جديدة ومطعم جديد. طيب شو رأيك نروح على منتزه الورود لعند أبو رياض؟ هنيك بناخد راحتنا على 24 إيراد. صحيح ما بيقدموا لا غدا ولا عشاء ولا فطور، بس بيقدموا قهوة. ها بيقدموا قهوة وشاي، وهالشي كلياته لصالحنا. وشلون من صالحنا بقى؟ ما فهمت عليه. يعني بناخد طبخاتنا معنا ومنروح بناكلهم بين الرياحين والورود، شو بدك أحسن من هيك؟ إيه لا حبيبي لا، ما حذرت، لا بدي أطبخ ولا بدي أنفخ. عم قلك بدي روح لشي قرني الناس تدللني فيها وتخدمني، ما بدي فوت على المطابخ، إيه مال قلبي من ريحة المطابخ. طيب انسي الموضوع، انسي مو مشكلة. شو رأيك نروح على مطعم أبو وحيد بعين الفيجي على ضفة بردة؟ هنيك المي عم تخدق خدق، ورطوبة وأكل ممتاز وخدمة رائعة، وناس رايحة وناس جاي، ولا تفكريني عم استرخيص أبدا، ها لأنه الغدا غالي هنيك. بيطلع لهم يا عمي، يعني خدمة ممتازة ونظافة وأطافة، الله وكيلك ما في محل تحطي رجلك، ولازم تحجزي بالتليفون قبل بوقت. ما بدي روح لعند أبو وحيد، حفظته عن ظهر قلب. عم قلك بدي قرنة جديدة، مطعم جديد. مثل شو؟ ما بعرف، بس بدي شغلة جديدة ما أنساها بعمري. ما اختلفنا يا روحي، بس مثل شو؟ هلا أنا الرجال ولا أنت؟ شو بيعرفني أنا بالمطاعم؟ طيب تروحي على الغوطة على مطعم العندليب؟ أمنت بالله على طبعك شو غريب؟ ليش بقى؟ يعني أنت متى ما لزقت بشغلة ما بتحب تغيرها، إذا رحت على مطعم بتدبق فيه فرد دبقة وما بتحب تغيره، إذا علقت بخضري نفس القصة بتتعمشق فيه طول عمرك. وليش لحتى غيره إذا كنا منه مبسوطين؟ يا سيدي أنا مالي مبسوطة، عجبك ولا ما عجبك؟ ولك افهم علي يا بني آدم، عم قلك بدي جو جديد ما منعرفه من قبل. ومنين بدي أمن لك هالجو بقى؟ أنا بقلك، قال في مطعم فاتح جديد اسمه مطعم الخيلات. مطعم شو؟ الخيلات هيك اسمه، بس قال شو؟ تحفة تحفة من التحف، كأنك فايت على متحف من متاحف باريس، خضار وشجر وزريعة، لا والجرسين كلهم بنات وكلهم عم يفتلوا بين هالطاولات ولبسهم بياخد العقل. ايوة هلأ فهمت عليكي. ومين دلك عليه؟ هيك عم يحكوا النسوان مع بعضهم باستقبال ام لؤي. يعني هن جربوه؟ ما بعرف بس هيك كانوا عم يحكوا. طيب قديش الفاتورة لشخصين مثلنا معدتهم وسط؟ ما بعرف، بس قال هالمطعم رخيص فوق الوصف رخيص، قال شي ما بيتصدق من كتر مو رخيص. يعني أرخص من مطعم أبو وحيد؟ بكتير، قال أرخص من أي مطعم بهالبلد. يمكن صاحبه عامل دعاية، يمكن نادر ندر، شو بيعرفني؟ هالحكي مو من عندي، ها الناس هيك عم تقول. طيب وين محله ها؟ بشارع أبو ريحانة. أبو ريحانة؟ هلأ نحنا خرجنا نروح لهيك مطاعم بشارع أبو ريحانة؟ أبو ريحانة هلا شحطت على حظي؟ خلاص بطلت، ما عاد بدي هالمشوار كله، لا بتضرب المشاوير وساعتها، خليني مدفوسة بالبيت ومقبورة بالحياة أحسن لي. لك شو هالملافظ يلي بلا طعمة؟ شو مدفوسة وما مدفوسة؟ عيب، شو قلنا ليه؟ لكن شو هالحكي هادي اللي بيفور الدم؟ مو بإيدي يا سامية، مو بإيدي، هيك أنا ربيت على التواضع والفقر. بخاف من المحلات التقيلة، بخاف من المطاعم الجخ. يعني مثلا شو بدي احكي الواحد، لوح الصابون لما كان يصير بروه صغيره ويدوب ما كنا نكبه. لكن شو كنتوا تعملوا فيه؟ تاكلوه؟ لا شو ناكله؟ كنا نجمع هالبروات كلياتها، الخضرة مع الصفرة مع الزهر، ونعجنهم ونساوي منهم لوح صابون جديد. صحن المالقي اذا انكسر نصين كنا نخبيه. وليش بقى؟ يضل مخبى هيك حتى يمرق الخراز اليهودي على الباب، نندهله يخرز لنا اياه نرجع ناكل فيه من جديد. ايش هو ورقه حتى تخرزوه؟
مثل ما عم اقول لك، ولك الشفره الشفره يلي كنت احلق فيها دقني اذا تلمت كنت حسها وسنها بالكاسه حتى تصير حده وارجع احلق فيها. ما اختلفنا، بجوز ربيت فقير لانه ما معك مصاري. ايه بس هلا معك، مو انه ما معك. المهم هلا عم تقولي المطعم رخيص؟ ولك رخيص كتير، شبك غط على قلبك؟ بعدين انت مهندس وداير نص اوروبا لما كنت تدرس هنيك، وهيك محلات متعود عليها. لكن شو بدي اقول انا؟ يعني هيك فكرك؟ اي طبعا. ويكون بمعلومك اذا كان هالمطعم رخيص مثل ما عم يقولوا، كل يوم والتاني بدك تاخذني عليه. على عيني وعلى راسي. انت معزومة على حسابي بمطعم ال شو قلتي اسمه؟ مطعم الخيلات لأم البس. خيلات؟ ناقصنا خيلي لأنه. أهلا وسهلا مدام، تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. ميرسي. أهلين، شرفت المحل. أهلا وسهلا. بتحبوا توصوا على شيء؟ والله بالنسبة إلي بدي لحظة لخبر الشيف إذا ما علي. شو علي؟ أهلا وسهلا. حلو ما هي؟ شو رأيك؟ يعني مو أحلى من الوصف اللي وصفوا لنا إياه؟ أحلى بكتير. الوصف مقصر، الحقيقة أحلى. سامع هالموسيقى ما أحلاها؟ بتهدي الأعصاب. ليش أنت من إمتى كان إلك مرأة بالموسيقى سلو؟ إلي مرأة؟ شو مالي مرأة أنت التاني؟ هلأ خليني رايقة وبلا تعليق. ماشي. إيه ستي؟ شو بدك تتغدي؟ شو مكتوب بالليستة عندك؟ الليستة التانية قدامي. إيه والله. معقول؟ شو ها؟ مكتوب فروج مسلوق بمية الورد، محشي برز أنكل بينز، ومحمص بزبدة الأعشاب الاستوائية، ومدهون بأفخر أنواع الزيت النباتي الآسيوي، وكل هالشي بعشرين ليرة. لك معقول؟ والله هيك مكتوب عندي؟ إيه، قرابل نفسك، الليستة معك. إيه والله صحيح. لك عجيب هالرخص، فروج بحاله بعشرين ليرة. ما قلت لك المطعم رخيص كتير، ما كنت تصدق. لا انت شوفي السلطه ما رخصها. اسمعي، سلطه بالميتو مع الهليوم. عرفتي بالميتو؟ البالميتو شجر النخيل، لبه لشجر النخيل، مع الجزر والجرجير والطماطم الحمراء والخيار الفرنسي الشهير هذا الطويل القاسي، وفوق منه جبنه روكفور وبازاليا بالكريمه وملفوف امريكاني احمر وفطر ابيض صيني وفليفله هنديه وبيض مسلوق ترانشات مع اللبن المقشود، وكل هالشي 9 ليرات مع الخدمه 15%، يعني ما عدا الخدمه 8 ليرات. ما قلت لك رخيص كثير، ما كنت تصدق. يا ريتنا مستلطين على المطعم من زمان. يا جماعه، لك بحلم انا ولا بعلم؟ شلون بتوفي معه هاد؟ لا تشفق على حدا. لو ما بتوفي معه ما كان فتح مطعم ورخص الأسعار. هذا لا تنسى إنه ربحان كمان، يعني لا تصدق إنه في حدا ببيع بخسارة. العالم ما له جدبان وبتعرف مصلحتها. فصاحة، كيلو البندورة لحاله من باب سريجي أو من شيخ محدين ب25 ليرة، الفروج الني بالجملة حقه 220 ليرة، طبق البيض لحاله حقه 120 ليرة، وإنتاج شركة ليبية سورية وأضرب وأطراح. شو بدي لك؟ علبة اللبن حقها 20 ليرة، وانت شركة سورية سعودية. يبقى شلون عم توفي معه هاد؟ شلون عم يربح؟ المهم هلأ شو بدك بهالقصة؟ ليش آكل همه انت التاني؟ أنا بدي فروج مسلوق بمية الورد وسلطة النخيل وصحن حمص وصحن متبل، لأنه كل صحن 90 قرش يا بلاش، وبدي كمان تبولة. طيب لحظة أمور استاذ، بدنا نوسع الطلب لو سمحتي. على عيني، شو بتحبوا تطلبوا؟ شوفي المدام بالأول. أنا بدي فروج مسلوق بالماء ورد يلي مسمينه هون روز تشيكن، وسلطة بالميتو، وصحن متبال وحمص، وصحن لبنانيز كشكي، وكبة حميص، ولسانات باردة، وسلطة زيتون مع الجوز. على عيني، وغيره؟ حاجة سلامتك، ما بدي شيء. لك اطلبي سامو، اطلبي، خدي راحتك، لا تخلي شي بنفسك. لك بالله نسي لي الرجيم اليوم، نسي هيك قولك. لكن جيبي لي صحن ورق عنب يلا نجي، وصحن روستو وزنود الست.
تكرمي، شو بتحبي تشربي كمان؟ بدي عفوا، قديش سعر الفروت جوس؟ مو باين السعر منيح، ممحي. سعر الكلاس الواحد 45 قرش. لكن جيبي لي كاسة فروت جوس كبيرة بدون جوس وكاسة عيران باردة. على عيني. والأستاذ؟ أنا بدي بالنسبة للحومات بدي كوردون بلو، وكتري لي الفطر والهوت صوص، اعملي معروف. أما بالنسبة للمقبلات جيبي لنا صحن شنكليش بالجرين بابر طازج، وإذا في لازانيا لا تكتري، جيبي طبق صغير للدوام بس يعني هيك حتى ناخد فكرة عن أكل مطعمكم الراقي، مطعم الخيلات. تكرم، وشو بتحب تشرب؟ يا ستي بالنسبة للعصير جيبي لي إبري عصير سيدر تفاح، يعني مفهوم أستاذ. وضيفي لي للإبري يعني سيفن أب، شوي سيفن أب وشوية بلودي ماري بدون ماري. على عيني. في معنى أستاذ نوصلكم الطاولة بطاولة تانية مشان تاخدوا راحتكم؟ لا 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 أبدا، ما في مانع، خدي راحتك، بس لا تطولوا عملي معروف لأنه جوعانين كتير مو شوي. ولا يهمك، شعار مطعم الخيلات الخدمة السريعة والأسعار الثابتة. حلو، توفيقة جيدة يا مطعم، توفيقة. أهلا وسهلا، شرفتوا. شو ها؟ شراب براعم اللوز وضيافة من صاحب المطعم. كترنا شوي بالطلبات مو هيك؟ رخيص، رخيص كتير. بتعرفي قديش بتكلف فاتورتنا كلها على بعضها؟ قديش فكرك يعني؟ استني لأحسب لك. إذا قلنا صحن الكوردون بلو ب 12 ليرة وصحنين سباجيتي بأربع ليرات وربع والفروج لحاله بعشرين ليرة. غالي الفروج، شو عشرين ليرة؟ يعني الكوردون ب 12 ليرة والفروج بعشرين ليرة؟ غالي كتير، إيش الشغلة شلف؟ شو هالطمعات؟ فاتش معونها، نحن مالنا جدبان؟ بس هدول ما بيتفاصلوا، كاتبين بالليستة ممنوع المراجعة والمفاصلة. طيب شف لي، قديش بتطلع فاتورتنا؟ كلها على بعضها يا دوب تطلع 155 ليرة يا ستي، زائد 15% خدمة 178 ليرة بالكتير. يا سيدي معقولة كتير؟ شوف مروان، من هلأ وهي عم فهمكها، أنا كل يوم بدي أتغدى هون بهذا المطعم، إلا أنه أرخص من الطبخ بالبيت 100 مرة، بقى لا تعمل لي أردن ورسان؟ لا ولو، تكرم عينك، الغالي بيرخص لك وحياتك. لا سلامتك، تمام. يا ستي أكلك منين يا بطة؟ دوق مروان، دوق هالكشكة ما أطيبها. تحفة، رائعة جدا. لكن هي لبنانيز كشكة. لكن أنت الثانية دوقي لي هالشنجليشات، هاي حمص يعني شنجليش. مسيك مسيك، كراح هاللبنات ملح وراكز كتير. لحظة مو لا يفضى تمي، ما بدي تختلط الطعمة مع بعضها. تفضلي مدام. يسلموا ايديك، اهلا وسهلا. شايف مروان؟ شايف الذوق واللطافة والقطافة؟ يا ستي فعلا، بس انا اللي مستغربه انه هالنظافة والقطافة والروايح الهفافة والمطعم فاضي ما في حدا. إيه معلوم، مطعم الأكابر هاد مهما كان بيسترجي يجي ياكل فيه. بتعرفي كان لازم يسموه مطعم الدرويش، بتكون التسمية أدق. مور أستاذ،
عفوا عم حك خدي. ان شاء الله ما اكون الهنا. الله يخليكي، يهنيكي بشبابك. وين رايح؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. ما عم يفتح الباب يا أنسة؟ طبعا. شو مزوم يعني؟ لا. لكن شو قصته؟ مقفول. مين؟ شلون بيفتح؟ بالمفتاح. وين المفتاح؟ معي. طب افتحي لي اعملي معروفه لو سمحتي. بدك تقطع وصل بالاول. لا حول ولا قوه الا بالله، منين هذا الوصل بينقطيع؟ من عندي انا. طيب اقطعي لي الوصل خلصيني الله يخليكي وريحيني. طيب استاذ ما بدك تدفع مصاري لحتى اقطع لك الوصل؟ طيب قديش حق الوصل هذا؟ قديش ربع ليره نص ليره؟ خلصيني الله يخليكي. لا استاذ. لك شو قديش؟ 5000 ليره. نعم. 5000 ليرة على الشخص الواحد. هلا بلا مزح الله يرضى عليكي، ما تطرفوت بسرعة افتحي لي الباب الله يخلي لي اياكي. صدقني يا استاذ ما بقدر. النظام الداخلي تبع المطعم هيك. لك انو نظام ها؟ دخيلك افتحي لي يا انسة ريحيني، بعدين بنتفاهم. ما معي صلاحية. بعدين بخانق صاحب المطعم. لك شو بخانق؟ شو بخانق؟ افتحي لي، خلي لك شبابك. ادفع بالاول. على عيني بس 5000 ليرة كتير. راعيني راعيني استر عرضك. للأسف أسعارنا ثابتة ومصادقة عليها من وزارة التموين. ومن هون لهون لا تشوفيني واقف راقز، واقف راقز قدامك بتشرشح، بعدين لا تشرشحيني إيدي بظنارك. عفوا يا أستاذ أنا بستغرب مفاصلتك، نحن كل زبايننا دفيعة. طيب معلشي سجلي لي هالفوتي على الدفتر بعدين نتفاهم. عفوا ما عندنا دين. طب والعمل والعمل يا خلق الله رح اموت. سلامتك استاذ، ادفع وانت بترتاح. طيب حاضر، لحظة صغيرة بس. لك حاجة تاكلي وتشربي، حاجة تكرعي سوائل. ليش؟ مو فاضي اشرح لك هلا، وين جزداني؟ جزداني وينه؟ ما حملت جزدان معك، المصاري بجيبتك. والتأكيل عن الشيطان وغضبه. تفضلي، هي 5000 ليرة. عجلي، خلصيني، ريحيني بس. ولا يهمك، لحظة هلا بدي. إذا خيلك عجلي شوي ريحيني. طيب والبخشيش؟ لك كمان بخشيش، تفضلي مشان الله خذي، هي ليرة ريحيني رح أنفلي. لا 3 ليرة، بهيك مطعم أقل من 100 ليرة. هيك 100 ليرة كمان، إن شاء الله يتقل معك فراط. هلا تفضل. بس يا عالم يا ناس، معقول يدفع 5000 ليرة على الشخص الواحد مشان هيك فوتي؟ لكن كيف صدقت انه الفاتورة ب 150 ليرة؟ مروان قوم. نعم. شو ما نروح على المطعم؟ لا بدي روح على الحمام. الحمام نعمة يا جماعة.